يحل شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة الذي يمتاز ببريق خاص، ولعل أجواء رمضان ليلا تختلف عن نهارها، حيث يخرج الأهالي للمساجد والزيارات والأسواق والأماكن العامة، والبعض يصطحب أطفاله إلى أماكن اللعب. ومع رمضان ترى البسمة والفرحة على وجوه الجميع مع الأمل بالنصر القريب. رحنا بشهر رمضان شهر المغفرة، طبعا هذا الشهر هو مميز عن باقي الشهور لأنه شهر مغفرة ورحمة. وبعض الأفطار طبعا نحن بعض العوائل التي تقوم بزيارة الأقارب صلة الرحم، نقوم في الذهاب إلى الأسواق لشراء بعض الحاجيات، وعندنا هناك أيضا بعض الأماكن فيها ألعاب للأطفال التي ترفه عنهم. الحقيقة عادونا البسمة والفرحة مع كل الألام اللي بنحملها بفقدنا لشبابنا، إنما كل رمضان عم يزيد ألف ومحبة بين الناس، وعم نحس النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى. ولعل هذا العام يختلف عن سابقه من حيث عودة الأيام الجميلة والحياة الطبيعية إلى سابق عهدها. هذا ما يلمس على محيا الأهالي الذين رأوا أنه لولا تضحيات الجيش العربي السوري وبطولاته لما عادت الحياة إلى هدوئها. طبعا أجواء رمضان هاي السنة يعني أنا حسيت أنه رجعت الأيام الماضية قبل الأزمة، والفضل الأول والأخير طبعا بيعود لهدول الأبطال اللي لولاهم طبعا ما رجعت الحياة إلى طبيعتها. وتحية كتير كبيرة لهؤلاء الأبطال، هن جنود الجيش العربي السوري اللي أعادوا لنا الأمان. رمضان دائما بتمتع بأجواء مميزة، نحن عم نسهر مع أصدقائنا وحبتنا بهالأمسية الرمضانية المباركة، لولا تضحيات الشباب والشهداء لما كنا قاعدين هاي القاعدة. نتأمل من الله سبحانه وتعالى أنه يكلل نصر جيشنا، خاصة أنه هلأ هو عم يتقدم على جميع الجبهات، يتكلل بالنصر وعلى سوريا بالفرج. مع اقتراب الشهر الفضيل من نهايته ترفع الأيادي إلى الله بالدعاء والأمل بأن يعم الأمن والسلام على سوريا قبل شهر رمضان القادم. من نبل والزهراء، مصطفى كوسى، الإخبارية السورية.